ازيكم؟ النهارده هنعمل تشيكن بوبس او فراخ محشيه بالموتزاريلا، ودي الحاجات اللي هنحتاجها: فراخ مفرومه، بقدونس، جبنه موتزاريلا، وبيضه عليها ملح وفلفل. للتوابل: ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وزعتر. هحط البقدونس والتوابل والبيضه وهقلبهم كويس لحد ما يبقوا بالشكل ده، وهحط عليها دقيق وهفردها بالشكل ده وهحشيها بالموتزاريلا وهكورهم بالشكل ده. وبعد كده كيس فيجيتار وعليه بقسماط وبيضة عليها ملح وفلفل. هحطها في البيض الأول، بعد كده في البقسماط، عملتهم كلهم وقلتهم وكده تكون خلصت. عملت صوص كاتشب ومايونيز وكانت حلو جدا. باي باي.